لما بلغ العلم ديالنا باللي راه كاينه واحد التلوث بيئي في المنطقه ديال العرجات، قمنا بزياره ميدانيه للمنطقه حنا والاعضاء ديال الشبكه، وقفنا على الهول ديال المشكل، حيث تم معاينه في عين المكان المشكل البيئي اللي كتعرفها المنطقه، حيث جرنا اتصالات بالسكان ديال المجاورين، وتم ابلاغنا بالمشكل، وطلعنا على المشكل ديال التلوث ديال 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 السد ديال محمد عبد الله نتيجة بناء المؤسستين السجنيتين العرجات واحد والعرجات جوج، حيث انه تم بناء هذه المؤسستين دون اخذ الاعتبار المشكل اللي كيطرحوا الواد الحار، حيث ان الواد الحار يمر في الاراضي ديال الناس ديال الجوار ويلوت المنطقة بيئيا. قمنا باجتماع طارئ على صعيد الشبكة، وقمنا بإخبار السلطات والمجالس المنتخبة، حيث تم الانكباب على الموضوع بجدية، وتم طرح سؤال كتابي في البرلمان حول المشكل ديال اللي كيطرحوا هذه المشكلة ديال البيئة. والمهم أن الشبكة راها أخذت على عاتقها وضع محاولة وضع حد لهذا المشكل البيئي اللي كتعرفوا المنطقة. المشكل هذا بدا تقريبا هذه من منذ بناء بداية منذ البدء في بناء المؤسستين السجنيتين لعرجات واحد وعرجات جوج، حيث أنه تم بناء المؤسستين دون أخذ بالاعتبار المشكل اللي كيطرحوا الواد الحار، حيث أنه وقفنا على أنه هناك محطة للمعالجة، ولكن هذه المحطة هي محطة صغيرة تبنات في ظروف جد عجاله، حيث ان الكيمياء اللي كيطرحها السجنين لم تستوعب المحطه ديال المعالجه، وقع تسربات من محطه المعالجه الصغيره اللي هي موجوده في اي المكان الى الاراضي ديال الجوار، وهاد المياه العادمه كتمشي حتى السد ديال محمد عبد الله، وكتلوث المياه ديال الشرب اللي كتشرب منه الساكنه ديال 12 مليون. يوم 10 يناير 2018 مشينا عينا المنطقه، لقينا انه فعلا ان الواد يعني الواد الحار اللي كي يقذف في البحيره التابعه يعني الموجوده في سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر ابي القرق. هاد سميتو الواد الحار اللي هو خارج من السجني رقم واحد ورقم جوج في العرجات، وكذلك سيدي علا البحراوي. هاد البحيره هي فيها ماء صالح للشرب، ولكن مع هاد لما تدفق هاد يعني المياه يعني العادمه اللي ما تظن غالبا ما كتعالجش، اذا المياه اصبحت غير الجوده ديالها ضعيفه، والساكنه يعني اكثر من 12 مليون اللي موجوده اللي كتستافد من هذه المياه اللي اصبحت الان سميتو الجوده ديالها كما قلت ضعيفه. وهاد السكان اللي هما سكان سالا، سكان الرباط، سكان تمارا، سكان بوزنيقاس، سكان سخيرات، سكان المحمديه والدار البيضاء، يعني هاد السكان كلهم يعني الان راهم تيشربوا المياه يعني العادمه.